نحن اليوم هنا لتخليد الذكرى الثانية لوقفة حراس الأمن الخاص أمام البرلمان. نحن اليوم في الذكرى الثانية لهذه الوقفة، جئنا اليوم لنعبر عن صرختنا، جئنا اليوم لنعبر عن ألمنا وعن استغلالنا الذي نتعرض له من طرف الباترونة. جئنا اليوم لنعبر بصوت عالي أن هذه الفئة، فئة حراس الأمن الخاص والمناولة بشكل عام، هي فئة مستغلة. جئنا اليوم لنقول لا لهذه الحبرة ولهذا الاستغلال ولهذا الاستعباد الذي تعاني منه هذه الفئة. جئنا اليوم لنقول للحكومة لا بد هذا للقطاع أن يهيكل. هذا قطاع غير مهيكل، قطاع متسيب، يعرف دخول أصحاب الناس للشكارة واستغلال الفقر، استغلال الناس الضعفاء، ناس يعملون 12 ساعة ولا يعوضون إلا عن 7 ساعات ونصف أو 8 ساعات على أبعد تقدير. فقطاع المناولة وحراس الأمن بصفة خاصة يعاني الأمرين، لا ديكلاراسيون في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا تغطية صحية، لا سميد الحد الأدنى للأجور. الغالبية العظمى من العمال لا يعوضون عن أو لا يتم يعني استخلاص أجورهم بالحد الأدنى للأجور. إذا هناك استغلال، هناك استعباد، ويجب وضع حد لهذه المهزلة التي يعاني منها قطاع الخاص بالخصوص حراس الأمن الخاص وقطاع المناولة بشكل عام. هذه الوقفة ديال اليوم تجي في إطار تخليد ديال الذكرى الأولى والذكرى الثانية لصرخات العمال، لصرخات عمال المناولة اللي تيشتغلوا في شركات ديال المناولة على الصعيد ديال الجهة وكذلك على الصعيد الوطني. هذه ذكرى اللي تنخلدوها، ذكرى عزيزة اللي تتعبر وتعبروا فيها العمال والعاملات في القطاع ديال الحراسة، في القطاع ديال النظافة، في القطاع ديال الصيانة، في القطاع ديال الخدمات، على الآراء ديالهم وعلى الحقوق ديالهم، مطالبين بتطبيق القانون، بتطبيق القانون، بتطبيق القانون ومقتضيات ديال مدونة ديال الشغل. عندنا مجموعة من العمال والعاملات اللي هما مطرودين واللي مازالوا تيعانيوا واللي هما أمامكم تتشوفوهم هنا في الخلف، اللي هما العمال ديال الصيانة ديال لجنة الطرق في المغرب، اللي لقاو رؤوسهم مشردين مطرودين على 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 العمل ديالهم، لا لشيء، لانهم اختاروا انهم يكونوا يديروا النقابه واختاروا انهم يعملوا ويطالبوا بالحقوق ديالهم في فضاء اللي هو تيحفظ الكرامه ديالهم وتيحفظ الحقوق ديالهم. ولكن للاسف الشديد الباترون اللي تيشتغلوا في المجال ديال المناوله ما تيحترموش القانون، تيتعسفوا بشكل خطير على المقتضيات ديال المدونه ديال الشغل، وتيسرحوا العمال وتيسببوا في تسريحات ديال المئات ديال العمال وتيشردوا مئات ديال العمال. في هذا الاطار هذا تجي هاته هي الوقفه اللي غادي تجي من بعد منها بطبيعه الحال مجموعه من الوقفات. وشكرا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.